انا اللي قصدي اقوله لك، حط الشاب المصري او البنت المصريه واخد بالك في يعني في المناخ، ما تقهرهمش، ما تقولي لهمش ولا احنا ما فيش. على فكره يعني انا ما كنت في حتى في دول عربيه، والله في الدول العربيه ما فيش حاجه اسمها سنناظر دخل قيام ضربوا سلام. ليه؟ عشان ايه؟ هو بقى احترام مش اكتر. الاحترام عمره ما كان بالوقوف، عمره ما كان بالرعشه، عمره ما كان بالقهر. يبقى اذا المسؤول الاول يبدا في البيت. ابوكوا جه ده في بعض الاحيان يعني في بعض او يستهزأ بيه لانه انسان مستهتك ومستهتر، والام طول النهار سايبه ولادها يا اما بتتكلم في التليفون. يبقى اذا شبابنا يا بنتي من كل جهه من الاتجاهات مغبون ومظلوم. يعني بيوصل الشاب النهارده 34 و36 و38 سنه وما يقدرش يخطب.